قبل آلاف السنين اكتشف الإنسان طريقة عمل خميرة الخبز، ومنذ ذلك الحين والإنسان شغوف بالمخبوزات وتطويرها وإضافة الجديد دائما إليها. هنا في المراعي يتم تطوير مخبوزات صحية عالية الجودة عبر أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في مجال إنتاج المخبوزات. بدأت المراعي عام 2007 مسيرتها في قطاع المخبوزات بالاستحواذ على شركة المخابز الغربية، حيث تم تطوير آليات الإنتاج وتوسيع قاعدة منتجات الشركة تحت العلامة التجارية لوزين. في مصانع مخبوزات المراعي تنتج ملايين القطع من المخبوزات يومياً، تشمل الخبز والمعجنات والكيك، تمر جميعها بأكثر من 12 مرحلة إنتاجية. هنا تبدأ أولى مراحل العمل، إذ يتولى خلاط ضخم عملية خلط المواد الأولية وعجنها حتى تصل إلى القوام المطلوب، لتنقل إلى آلات التقطيع التي تقطع العجائن بأوزان وأحجام متساوية. تستكمل قطع العجين رحلتها لتصل إلى مرحلة التخمير، حيث تبقى لمدة ساعة داخل غرفة التخمير، ومنها تنتقل إلى آلات التشكيل وإضافة الحشو لتكمل رحلتها بشكل آلي على خط الإنتاج دون أن تلمسها اليد. بعد أن يتم حشو الفطائر تأخذ طريقها للفرن الذي يبلغ طوله 135 متراً، وتستغرق العجينة 15 دقيقة تقريباً لتخرج من الجهة الأخرى وقد تم خبزها تماماً. بعد خروجها تتجه مباشرة إلى غرفة التبريد. إن إنتاج ملايين المخبوزات يومياً يتطلب سرعة عالية في مختلف مراحل الإنتاج ودقة متناهية في مراقبة الجودة، فجميع المنتجات تخضع لأعلى معايير السلامة الغذائية. فأحد أنظمة إجراءات الجودة هنا يتطلب مرور جميع المنتجات عبر مستشعر إلكتروني لضمان جودتها قبل التعبئة. ينتج مصنع لوزين أكثر من 29 نوعاً من المخبوزات، تشمل الفطائر والخبز بأنواعه والكروسان. ما إن تغلف المنتجات تبدأ رحلة أسطول المراعي الذي يقطع مئات الرحلات يومياً ليصل بمنتجات لوزين إلى أكثر من 40,000 منفذ بيع في المملكة ودول الخليج العربي، ويأتيكم بأفضل المخبوزات المغلفة بطعمها الطازج. المراعي، جودة تستحق الثقة.